انا حقش عمل حاجه ودو السوكيت انا حقش عمل حواجه في الزرواطه اولا اليوم الساكنه ديال منطقه ولاد العياشي ومجموعه من المقصيين والساكنه الذين والمستثمرين الشباب الذين هدمت السلطات ديال سلال المنازل ديالهم في خرق سافر للقانون يحاولون التعبير على مطالبهم بشكل سلمي واحتجاجي مشروع وفق الدستور والقوانين التي صادق عليها المغرب، لكن مع كل الاسف في الوقت اللي كنشوفوا السهرات الصاخبه والمسرحيات اللي مع احترامنا للمسرحيات وكذلك مجموعه من التجمعات، اليوم السلطات ديال الرباط تتمنع هذه الوقفه بدعوى حاله الطوارئ الصحيه. نحن نعتبر ان ما حدث محاوله اخفاء جريمه حول الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، مجموعه من الساكنين تيتم الهدم ديال البيوت ديالهم خارج اطار القانون، مجموعه ديال الناس تتمارو في مجموعه ديال الاراضي امام السلطات المحليه وامام عماله سلا وامام ولايه الرباط، تيتم هدم البيوت ديالهم وتشريدهم، والان حتى اللصوص والبلطجيه تيهجموا على الاراضي ديالهم وكيفسدوا المشاريع الفلاحيه. نحن امام مجزره حقوقيه تتحاول السلطات ديال الرباط اخفائها على الراي العام الوطني عبر القمع وعبر التضييق وعبر المطارده ديال الناس البسطاء في شوارع الرباط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. انا واحد من الساكنه ديال ولاد العياشي اللي كنعيشوا القمع من طرف السلطات. حنا ساكنين تمايا وشاري الارض بالمتروات، وكاين ناس اللي شارين ضيعات فلاحيه، وكاين ناس اللي شارين دايرين معامل، وكاين كل وحقه كل، وكاين ناس اللي شارين بقعه ارضيه، كاين اللي شرى بقعه ارضيه ب 75000 درهم، 100000 درهم، 140000 درهم، 200000 درهم، كاين اللي شاري حتى 300000 درهم، وكاين اللي شاري حتى المليون ديال الدرهم، فهمتوني؟ المهم حنا دابا كنعيشوا واحد القمع القسري من طرف السلطات، وحتى دابا فاش جينا للمدينه باش نديروا وقفه احتجاجيه امام البرلمان باش الصوت ديالنا يوصل لسيدنا، تعرضنا للقمع وجراو علينا السلطات يعني بالعصا بما القوات المساعده والشرطه ودارك المهمه هذا، الناس كامل اللي كيتستعملوا في القمع ضد المواطن. حنا مواطنين مغاربه الحمد لله، وسيدنا كيخول لنا واحد الحق في السكن في الدستور، وحنا عندنا دور، ماشي عندنا براك كيقولوا على السهب وسميتو سهب القايد والديبو وداكشي، لا حنا عندنا دور في العشوائي الديور عباد الله، وعندنا الضالات وعندنا كل شيء، يعني حنا ما عندناش اعاده الايواء، حنا ما كنطلبوش منهم اعاده الايواء، حنا بغينا عياده الهيكله حنا اللي غادي اللي مصممين عليها، وما يمكنش لينا نحيدوا من تما حتى نتهيكلوا، لان الارض اللي فيها حنايا ما خرج فيها لا مشروع لا حاجه، غير هما باغي يديوها لينا. وعاش سيدنا والسلام عليكم ورحمه الله.